مشاهدينا الكرام وحياكم في حلقة جديدة وأكيد متنوعة من سيدتي البرنامج اللي يهم كل امرأة وأسرة عربية. مشاهدينا أكيد عندنا فقرات متنوعة اليوم، من بينها طبعا أننا بنتكلم عن مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام وخدمة التعليم الإلكتروني وهو دروس، واللي سمعنا مشاهدينا أيضا أن بيكون في قناة طبعا عبر الشاشة اسمها دروس، طبعا مهتمة بنفس الشيء. أما فقرتنا الثانية مشاهدينا بنتعرف من خلالها على أطروحة قدمها الدكتور حسين بن محمد الحكمي واللي تتحدث عن زواج القاصرات، هذا إضافة مشاهدينا إلى الكثير من الفقرات المتنوعة واللي بتكون مع زميلاتي هدى من أبو ظبي طبعا وخلود من جدة واللي بينضموا لنا لاحقا. لكن مشاهدينا خلنا نستعرض طبعا أهم هذه العناوين، لكن عبر طبعا التقرير التالي. في سيدتي اليوم محاربة الدروس الخصوصية عن طريق خدمة دروس إلكترونية. تعنيف الأطفال لفظياً في المدرسة يحولهم لشخصيات انطوائية وعدوانية. ثلاثة طرق عصرية لعمل الجدولة في المنزل. الوسط الثقافي والفني يكرم عمدة الصحافة الفنية علي فقندش. زواج القاصرات ضرورة واقعية أم شهوات فردية؟ المسيرة المهنية للمرأة في الخليج في تقرير تطلقه منظمة بيرل. إذن فعلا مشاهدينا عندنا اليوم العديد من الفقرات المتنوعة، سواء كانت طبعا مختصة بالجمال بالمرأة أو حتى طبعا بشخصيات إعلامية قديرة. لكن مشاهدينا أكيد في حال رغبتوا طبعا بمتابعتها تابعونا من 5 إلى 7. مشاهدينا أكيد طبعا في حال ما قدرتوا تتابعوا حلقة سيدتي على الهواء مباشرة ممكن تتابعوا من خلال زيارة صفحتنا على اليوتيوب الظاهرة أمامكم على الشاشة، أو مشاهدينا ممكن تتفاعلوا معنا من خلال أيضا زيارة صفحتنا على الفيسبوك وحساباتنا على تويتر وإنستغرام. ومشاهدينا إحنا مثل ما ذكرنا كل يوم من 5 إلى 7 بتوقيت السعودية، والإعادة تكون يوميا ثاني يوم من الحلقة الساعة 10 صباحا بتوقيت السعودية. إذا مشاهدينا طبعا خلنا ناخذكم في جولة سريعة في أهم الأخبار، لكن قبلها اسمحوا لنا نذكركم أن اليوم مشاهدينا تحديدا بعد قليل ينطلق حفل إطلاق جائزة سيدتي للإبداع 2015 واللي خصصت هذا العام لتكريم المرأة السعودية، وذلك برعاية وحضور من صاحبة سمو الملك الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز. الحفل مشاهدينا بيكون في مدينة الرياض، ويمكنكم أكيد متابعة أجواء الحفل وأخباره بالصور عن طريق موقع سيدتي دوت نت أو عن طريق حسابات سيدتي على مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان تويتر فيسبوك أو انستغرام. ومشاهدينا أكيد انتظرونا غدا في برنامج سيدتي، ويكون لنا تغطية خاصة لحفل جائزة سيدتي للإبداع 2015 واللي خصصت لتكريم المرأة السعودية لهذا العام. إذا مشاهدينا أكيد سيدتي دائما تطلعكم على الأخبار، والآن ناخذكم على جولة في أهم أخبارنا الصادرة في الصحف السعودية. إلى خبرنا الأول مشاهدينا بعنوان الأمير محمد بن سلمان يوجه بصرف مبلغ 1 مليون ريال إلى أسر شهداء الحدود الجنوبية. في تفاصيل الخبر، وجه وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أمس السبت بصرف مبلغ 1 مليون ريال إلى أسر شهداء المواجهات مع عناصر الميليشيا الحوثية على الحدود الجنوبية في نجران، وهم وكيل رقيب أحمد عمر الشهري والجندي خالد بن علي المجهلي والجندي إبراهيم العامري رحمه الله ورحمهم الله طبعا، وإن شاء الله هم من الشهداء الأبرار. إذا مشاهدينا إلى خبرنا الثاني وهو بعنوان إجراءات فلبينية تؤخر الاستقدام 8 أشهر وترفع الأسعار إلى 21,000 ريال.
في تفاصيل الخبر، انتقد عدد من المستثمرين في قطاع الاستخدام الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السفارة الفلبينية في الرياض المتضمنة خفض عدد عقود العمالة المنزلية التي تعمل على اعتمادها في الأسبوع من 50 عقدا إلى 7 عقود فقط، فيما حملوها مسؤولية تأخر الاستخدام من 4 أشهر إلى 8 أشهر، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كلفة الاستخدام والتي اختلفت مشاهدين من 13 ألف ريال حتى وصلت إلى مبالغ تجاوزت 21 ألف ريال. إن شاء الله يعني يكون في حل، تحديدا أن كل أسعار الاستخدام مشاهدينا في ارتفاع كبير جدا، هذا غير طبعا الإقامة، غير الأوراق المطلوبة، غير طبعا الراتب الشهري. إلى خبرنا الثالث مشاهدينا، وهو بعنوان السعودية تتبنى مشروعا عالميا لدعم الاعتدال عبر بوابة السكينة. في تفاصيل الخبر، تبنت حملة السكينة التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف مشروعا جديدا لدعم الاعتدال بين المجتمعات الإسلامية في العالم عبر الإنترنت، وتبدأ بثها باللغة التركية، مستهدفة الاقتراب باعتدال من المواضيع الراهنة بين المجتمعات الإسلامية والابتعاد عن الإرهاب والالتقاء عند الفكر المشترك للغالبية مع تعزيز العلاقات بين المجتمعات الإسلامية، وذلك على أساس التوازن، الاعتدال والتعاون المتبادل. إن شاء الله طبعا هذا المشروع يلقى النجاح، وهو طبعا مشروع جميل جدا ومنتظر منه نتائج جيدة. إلى خبرنا الرابع مشاهدينا بعنوان 514 ألف مراجع للعيادات النفسية في المملكة. انتابع التفاصيل مشاهدينا. بلغ عدد المستفيدين من خدمات الصحة النفسية والاجتماعية في وزارة الصحة والعيادات النفسية التابعة للمستشفيات الأخرى أكثر من 514 ألف مراجع، وذلك خلال عام واحد فقط، في حين بلغ عدد المنومين 32 ألف شخص في المملكة. هذا واعتبرت محافظة الأحساء الأولى على مستوى المنطقة الشرقية من حيث عدد المراجعين. إذا مشاهدينا الخبر له شقين، يعني جميل أن نهتم بالصحة النفسية، واضح أن صار في وعي كثير، لأن يعني يوجد عدد من الأمراض يكون أما خجل من الشخص نفسه أو حتى من الأهل، ممكن يكونوا عارفين أن الشخص هذا مريض نفسي لكن عندهم خجل أنه يعالج. فالخبر طبعا في شق إيجابي، وأن الأشخاص صاروا يعرفوا أهمية العيادات النفسية وأنه له غلط ولا عيب أن الشخص يتعالج. إلى خبرنا الخامس مشاهدينا بعنوان القضايا الحقوقية تتراجع 3% وتعنيف الأطفال في تزايد. في تفاصيل الخبر، تراجعت القضايا الحقوقية التي استقبلتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان 3% عن العام الماضي بحسب التقرير الإحصائي الأخير لعام 2014 1435، إذ سجلت جميع القضايا المصنفة من قبل الجمعية تراجعا ما بين 1% إلى 3%، هذا باستثناء قضايا العنف ضد الأطفال والتي سجلت للأسف ارتفاعا بلغ 3% خلال العام 1435 مقارنة بالعام الذي سبقه. إذا مشاهدينا، إلى خبرنا السادس والأخير، وهو بعنوان تطبيق برنامجي المنصات التعليمية والاختبارات الإلكترونية في مدارس وسط الرياض. في تفاصيل الخبر، اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض برنامجين جديدين، الأول خاص باستخدام المنصات التعليمية والثاني بالاختبارات الإلكترونية في مدارس البنات وسط العاصمة الرياض، وذلك بعد أن تم تدريب معلمات في نحو 13 مدرسة حكومية وأهلية على استخدام تلك البرامج. إذا مشاهدينا، ما شاء الله دائما نكرر أن في حركة سريعة جدا فيما يخص طبعا وزارة التعليم، هذا الشيء جميل جدا. وأكيد مشاهدينا فقراتنا في سيدتي دائما جميلة ومتنوعة، وتابعونا لكن بعد الفاصل. في الجميلة هذا الشهر Here comes the bride، أنت عروس الموسم. أكثر من 60 فستان زفاف من دور الأزياء العالمية والعربية، مكياج عروس ربيع 2015 من بسام فتوح وفادي قطايا وهالة عجم، ملف خاص لبشرة خالية من الشوائب، هوت كوتور راوند أب، ساعات فاخرة من SIHH 2015. الجميلة هي أنت. تابع الجميلة أيضا على فيسبوك، تويتر وإنستغرام. في سيدتي بعد الفاصل، محاربة الدروس الخصوصية عن طريق خدمة دروس إلكترونية.